هنالك في نابولي. مساء الخير مشاهدين على فاضل أينما كنتم. ملعب مكتظ عن آخره بالجماهير الإيطالية، جماهير نابولي بطل إيطاليا الموسم الماضي في مواجهة ريال مدريد، صاحب 14 لقبا في ميليتاو وكذلك دافيد ألابا. كرسي وفوز وأوسيمان في الكرة بعيدة من عند روديغير، البحث عن فينيسيوس جونيور ورودريجو كامافينجا مستسلمان، استلمها النيجيري أوسيمان والتدخل القوي من هنا عن طريق الكرة الإيطالية نابولي بوليتان وتسديد فينيسيوس يراوغ ويدخل ويوزع رودريجو رائع الكرة من رودريجو ورائعة من الكرة مرفوعة تشواميني رودريجو أوسيمان رودري وركنية أخرى سيرا أوليفيرا وكارفاخال والنور خطأ من واضح أوليفيرا كبارتسخيلي ركنية كرة داخلة خطيرة اللعب هيلة أوليفيرا كان يرفع الكرة بعيدة في القائمة الأول نفذ الركنية بعيدة في القائمة الثانية خروج كيبا خطيرة جول كيبا. كيف حدث هذا ومتى كيف حدث هذا الخلل في دفاع الرال من ركنية يلتقي الجميع روبوت كده كتير راسية حتى بيدوتكم بوليتانو قائمة بيلينغام فينيسيوس جونيور وغول بيلينغام وفينيسيوس يا دي لورينزو ماذا تفعل يا دي لورينزو أمام هذا غلب عليه بوليتانو بيلينغام 20 سنة كيف سيكون حالك بعد سنة كيف سيكون حالك بعد ثلاثة بعد جونيور جونيور يخرج لك رودريجو تراقب رودريجو يخرج لك بيري أوسيمان هناك اللي فالفيردي ما زال الخطورة كرو فالفيردي رودريجو وفينيسيوس أوليفيرا ارتقاء ويا لها من راسية ويا لها من ارتماء بوليتانو وتسديد بيلينغام فارتسخيلي كرة مرفوعة بشكل رائع والدفاع يدريجو رودريجو ناتان الخطورة ما زال والحكم يرجع ويصفر خطأ لصالح رودريجو على ناتان ليس هناك وضعية تسلل في الاعتراض هذا تلعب ناحية بوليتانو بيلينغام بروعة يتدخل ويسترد مرة يرفع الكرة مقوم فالفيردي لورينزو أوسيمان أولا لا يا أوسيمان قدرات هائلة جدا على أنه كأنه مختصي خطيرة أوسيمانو ناتشو هذه المرة في التغطية الكرة تروح ركنية أوسيمان متابعينه في السماء وفي الأرض في الكرة العالية وفي الكرة العرضية والأرضية ودخل من هنالك جول تضرب القائم وتسكي يسجل أول أهدافه في دوري الأبطال هذا الموسم هذا هناك بداية أجمل من هذه جونيور كل خايفين من الطائر الأسمراني أوسيمان روديغير يرجع لكيبا الضغط العالي أوليفيرا جيلينسكي مرفوعة في القائمة الثانية اللي فادي رائع من بيرينغا أوسيمان التسديد فيدريكو فالفيردي هذا صاروخ فيدريكو فالفيردي